يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت بأن المسلمين من الجن يأكلون العظم، فهل علي أن أترك العظام في مجلس؟ يأكلون العظم، يكسى لهم بلحم، الله يقصوه لهم لحما، هذا الذي ورد في الحديث، يكسوه الله لحما لهم ويأكلونه، أما العظم ما بيوكل لا من الجن ولا من الناس. نعم.